مناطق الرمادي هذه من يدخل إليها لم يخطر بباله أنها كانت مأهولة بالسكان، حيث لم يتبقى منها سوى ركام البنايات والبنى التحتية المدمرة التي خلفها تنظيم داعش بسيطرته على المدينة. ورغم تلك المأساة إلا أنها لم تمنع الدوائر الخدمية من الشروع بأعمالها وتأهيل ما تتمكن منه بما تمتلكه من إمكانيات محدودة. كوادرنا أنجزت كافة الخطوط على ناظم الورار وتم ضخ الماء إلى منطقة التأمين بصورة طبيعية ومعالجة بعض العوارض التي ظهرت على الأنبوب الناقل. سننتقل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية، هي مرحلة الأنابيب الفرعية داخل الأحياء السكنية. أما بلدية الرمادي فقد باشرت بتنظيف الطرق الرئيسة للمدينة بعد تأمينها ورفع آلاف العبوات الناسفة منها بجهود الهندسة العسكرية. تم دخول كوادرنا البلدية للأفرع والشوارع الرئيسية، تم رفع الأنقاض. مناطق الرمادي حاليا العمل على الشوارع الرئيسية، ومن ثم يتم الدخول إلى الشوارع الفرعية. أعمال نقوم بها أعمال تخصصية ضمن حملات تنظيف واسعة للمدينة، العمل إن شاء الله مستمر على قدم وساق. فيما طالبت الدوائر والجهات المسؤولة بمعدات وآليات متنوعة وأيدي عاملة تتناسب مع حجم الدمار الذي تشهده الرمادي، لتتمكن تلك الدوائر من تأهيلها نسبيا بأسرع وقت ممكن. آليات يعني في الحقيقة ما تكفي، ما عندنا، والوزارة جهزتنا بعض الآليات المتخصصة نعتبرها يعني رفع النفايات، لكن اللي نحتاجه هو جريدر شفل، وحاليا هذا مثل موجود هذه الآليات اللي عندنا موجودة. عدد العمال شقد موجودين عندكم؟ والله حاليا كبداية 100 عامل عندنا حاليا. دمار وتخريب، هذا هو حال مدينة الرمادي بعد سيطرة تنظيم داعش عليها، إلا أن الدوائر الخدمية استأنفت أعمالها أملا بإعادة الحياة إلى الرمادي مجددا. من وسط مدينة الرمادي، عمر العبيدي، الحرة. ولمتابعة آخر التطورات في الأنبار مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا عمر العبيدي. عمر، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم، وبداية كيف تسير التحضيرات هنا لشن العمليات العسكرية لتحرير هيتا؟ نعم، مساء الخير زينة. بعد التقدم الكبير الذي حققته قوات مكافحة الإرهاب وقامت بتحرير مدينة الرمادي عموما شرقا وغربا وصولا وجزيرة الخالدية وصولا إلى مشارف مدينة هيت وهي منطقة المحمدي، جهاز مكافحة الإرهاب أوقف عملياته منذ يوم أمس وهذا اليوم استعدادا لخوض المعارك هناك، ووقع على عاتقه أيضا مهام حفظ المناطق الشاسعة التي تم تحريرها وإعادة العوائل إليها وتنظيم الأمور الأخرى التي تخص العوائل العادة. زينة، معي الفريق الركن عبد الغني أسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب ليطلعنا على أهم مستجدات الأحداث. مرحبا بضيفك نعم الكريم، تفضل. مرحبا سيادة الفريق. أهلا وسهلا. الله يسلمك سيادة الفريق، أين وصلت العمليات ولماذا تم التوقف على مدى اليومين؟ شكرا جزيلا، وشكرا لقناتكم اللي واكبت عملنا التعرضي خلال هاي الثمان أيام، واللي بدأت بزنقورة بقسميها ومرورا بالقرية العصرية والسفرية والبطيبان ومنطقة العقبة. حقيقة لن يكون هناك توقف لعملياتنا التعرضية، عملياتنا مستمرة منذ اليوم الأول اللي بدأنا به، ولكن بعد أن وصلنا إلى منطقة العقبة كان لزام علينا أن نقوم بعملية تطهير وتفتيش للمناطق المحيطة بهذه القرى كي نطمئن على عودة عوائلنا من أي أثر ترك داعش في أطراف هذه القرى والمدن اللي تم تحريرها. عملنا التعرضي مستمر، استعداداتنا للمعركة الكبرى إن شاء الله وبمعونته في هيت جارية على قدم وساق، ولدينا كلام قاس سنقوله لهم من خلال الأفعال التي سوف يرونها في معركة هيت. الاستعدادات جيدة، الأساليب
والوسائل اللي راح تستخدم في هذه المعركة تختلف عما طبقت في المناطق اللي تم تحريرها، وسنفاجئهم بالكثير الكثير. وهنا نقول لعوائلنا اللي موجودة الآن في منطقة هيت، نقول لهم نحن قادمون وما عليكم إلا أن تخرجوا من سطوة هؤلاء الأوباش، ولكم الأمان ولكم السلامة، وإن شاء الله سنخرجهم بأمان وسلام. سيادة الفريق، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قال أن المعركة الكبرى الفاصلية ستكون في هيت. هل انكسار داعش في هيت في الأيام المقبلة سيكون يعني بداية لانهزامه لمحافظة الأنبار؟ سوف ينكسر في هيت كما انكسر في المناطق اللي سبقتها، وهذه معارك الثماني أيام اللي مضت فقد داعش أغلب قياداته، وخاصة في منطقة القرية العصرية والبطيبان. ينكسر في هيت وينكسر في أي منطقة يتواجد بها في محافظة الأنبار، لأننا عازمون على تطهير هذه المحافظة من كل درن ومن كل تواجد لهذا العدو الضال الذي خرج عن إطار كل الأديان السماوية. سيادة الفريق، المناطق المحررة أصبحت شاسعة واندفاعكم سريع يعني فوق ما هو متوقع لدى كل الخطط العسكرية. هل هناك قوات تمسك الأرض خلفكم؟ هل أنتم توقفتم بسبب عدم وجود قوات كافية؟ سؤال جيد، أشكرك. لن نترك منطقة إذا لم نؤمن عليها. لدينا قطعات معقبة وهي تحديدا الفرقة 16، وكذلك بعض أفواج الطوارئ. واليوم دخلنا الحشد العشائري كلا ضمن منطقته لغرض الحفاظ على ما تحقق من منجز بالنسبة لمقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب، والآن احنا مطمئنين على المناطق اللي تم تحريرها انه لا تطأها قدم داعش في كل الاتجاهات ان شاء الله. شكرا سيادة الفريق، شكرا لك. الله شكرا لك. عودة لك زين مرة اخرى. لا ننسى دور طيران الجيش وقوات التحالف. نعم. الآن لها صولات على المناطق الغربية في الرطبة والقائم، دك أوكار ومضافات لداعش. طيب عمر، راح من بينهم يعني قادة ومقاتلون. طيب نعم. هنا كيف تسير، هل لك أن تصف لنا كيف تسير عمليات تأهيل مدينة الرمادي حتى الآن؟ هل بدأت العوائل بالعودة إلى منازلها؟ نعم. نعم زين، بالنسبة لمدينة الرمادي الدمار كبير فوق ما هو متوقع. بالنسبة للبنى التحتية مهدمة، معطلة بالكامل ومهدمة. لن تكون هناك عودة ما لم يتم تأهيل تلك المناطق. شرعت بعض الدوائر كما بينا لكم في تقريرنا بتأهيل الشوارع الرئيسية لكي يتسنى دي القطعات أو الدوائر الأخرى بالدخول إلى المناطق بعد رفع العبوات الناسفة. نعم. والمخلفات الحربية. نعم، كنت نعم. معنا مباشرة مراسلنا عمر العبيدي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات مكافحة الإرهاب، شكرا لكما.